اليوم تلاميذي الأعزاء سنراجع الحركات القصيرة والحركات الطويلة. إذا على الطاولة دائما لدينا على الطاولة هذه كتبت لكم على الطاولة بطاقات عليها حركات قصيرة وعليها حركات طويلة. من يأتي ويثبت الحركات القصيرة هنا وتلميذ آخر يثبت حركات الطويلة أسفل هذه الغيمة. إذا نبدأ بعديل وآية. يلا بسرعة. عديل تأخذ الحركات القصيرة وآية تأخذ الحركات الطويلة. بسرعة خذي البطاقات التي أمامك. يلا بسرعة بسرعة عديل. يلا ماذا تنتظر؟ حركات القصيرة بسرعة. يلا بسرعة. جيد حصلتي. لدينا الألف. الألف هنا مع الألف. جيد بسرعة بسرعة. من يكمل أولا؟ من يكمل أولا؟ يلا 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 بسرعة. من يكمل أولا؟ نعم هنا. جيد شكرا. الآن هل هذه البطاقات في مكانها المناسب في الأصابع؟ يلا الحركات القصيرة. ما هذه الحركة؟ والبهبة انتبه انتبه جيد. وضعت هذا على شكل حرف وهذا الحرف ما يحمله من حركة. هذا السطر هذا على أساس أننا فوق السطر ودت له حركة. أيوه قلنا علامة أننا نلعب بالأقلام. قلنا لا شيء بين يدينا بس. جيد. إذا ما هذه الحركة؟ فتحة. جيد إذا هذه الحركة فتحة. هذا سطر فوق. ما هذه الحركة؟ ضمة. ضمة. واو. جيد الواو. إذا الواو هل هي حركة طويلة أم قصيرة؟ طويلة. طويلة. من يأتي ليرجعها إلى مكانها؟ كوثر أرجعيها إلى مكانها. ماذا أخذتي؟ ماذا أخذتي كوثر؟ ماذا أخذتي؟ ما هي الحركة؟ ما هذه الحركة كوثر؟ ما هذه الحركة؟ نعم. ما هذه الحركة؟ فتحة. هل الفتحة حركة طويلة أم قصيرة؟ قصيرة. قصيرة. إذا أخطأت انتبهوا. يكرهون نتكلموا انتبهوا انتبهوا. جيد. نعم الواو. نعم قيد ما كوكب. ما هذه الحركة؟ كسرة. جيد. تحت الحرف. الكسرة لا تكون فوق الحرف وإنما تكون تحت الحرف أسفل أسفل الحرف. جيد. ما هذه؟ يا. يا. هل الحركة طويلة؟ طويلة. يلا كوكب خذيها وضعيها في المكان المناسب. إذا ماذا لدينا هنا؟ ماذا لدينا؟ فتحة وكسرة. فتحة وكسرة. هل هناك حركة ناقصة؟ لا. لا. هناك حركتان فقط في اللغة العربية؟ لا. والضمة. والضمة. أين السكون؟ السكون ليس الحركة. السكون ليس الحركة. نعم الضمة مع الطويلة. من وضع الضمة مع الطويلة؟ آية. أين الضمة كوثر؟ أين الضمة؟ ابحثي عن الضمة. جيد أرجعيها إلى مكانها المناسب. أحسنتي. الآن ابقي هنا. جيد لدينا الواو. إذا لدينا الألف. الألف لماذا وضعنا؟ شكرا كوثر شكرا. لماذا وضعنا ألفين؟ لماذا وضعنا هذا الألف وهذا الألف؟ لأن برفع الأصابع. فجيد لأن الألف طويلة. إيه نعم الألف طويلة وضعناها مع الحركة الطويلة. نعم آية. لأن نعم أنه آية تكلمي آية أنه طويلان. طويلان. لماذا وضعنا ألفين؟ ألف وألف فارس.
الياس ماكش تشارك ماكش تشارك. نعم فارس. ليس لدينا لام، ليس لدينا لام، لدينا ألف ولدينا ألف. لينا لدينا حركة طويلة تتصل مع الحرف، ولدينا ألف ليست تتصل مع الحرف. أحسنتي، تصفيق على هناك الألف حركة طويلة تتصل مع الحرف الذي قبلها، وهناك ألف لا تتصل بالحرف الذي قبلها، نسميها الحركة أو الألف المنفردة، منفردة تكتب منفردة غير متصلة. يلا، لماذا كتبنا الياء بهذا الشكل والياء بهذا الشكل؟ واحدة. لا 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 نستأذنكم. يلا كوثر. يلا كوثر. نعم هناك اثنان. لماذا كتبنا اثنين؟ يا أين كتبنا هذه الياء وهذه الياء، لماذا؟ كوثر سهلة وعد. لأن الذي يلتزم يتصل يتصل الذي يتصل تأتي معه للحركة الطويلة لي هذه، وهذا عندما نحن هناك فيتصل يتصل لا يتصل، نقول يتصل لا يتصل، فهمتم؟ عندما يتصل عندما لا يتصل. نعم عادي، لماذا كتبنا هذا الواو وهذا الواو؟ لأن الواو يتصل يتصل يتصل. نعم جيدة، أحسنت. إذا عندما يتصل نلاحظ أنه يتصل يمد يده للحرف الذي قبله، وهذا يكتب منفردا. الآن ماذا سنفعل؟ متى تصبح الحركات القصيرة حركة طويلة؟ إذا سننتقل من الحركة القصيرة إلى الحركة الطويلة. الحركة الطويلة ماذا سنفعل؟ إذا ماذا سنفعل؟ الألف عفوا الفتحة ماذا يمثلها؟ حركة طويلة مع من؟ مع أي مع الألف. جيد، إذا من يأتي؟ من يأتي ويشكل لنا مثلجات؟ من يأتي ويشكل لنا مثلجات؟ يلا عادي، جلوس البقية، جلوس القاتلة كلا. يلا بسرعة، الألف مع مررها مررها على السبورة. جيد، إذن يمكن أن نضعها هنا، فهم؟ إذا كان الحرف الذي قبلها لا يتصل مثل مثل ماذا؟ شكرا عليك. مثل الراء. مثل الراء، مثل الزاي. الزاي. واو. جيد. لا يا 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 مش خلاص. الذال. جيد، إذا كان الحرف منفردا لا يتصل بالحرف الذي قبل بعده، فإننا نكتبه الحركة الطويلة بهذا الألف. إذا كانت الحركة أو الحرف الذي قبلها يتصل بالحرف الذي بعده فنكتبها بهذا الشكل. الآن من يأتي إلى الياء؟ نعم آية. يلا بسرعة، ماذا يقابل الياء؟ ماكش تفهم على آدم، قلنا ما نتكلموش وما نمسكوش القلم. يلا الياء، ما الحركة التي توالي الياء؟ يلا حتى الضمة، شكرا. قي هنا، قي هنا الضمة، شوفي هنا عندي اي الضمة مع الياء، الضمة مع الياء، هل هذا صحيح؟ لا. هل تتفق والضمة مع الياء؟ لا. حركة طويلة، إذا انتقلنا من الحركة القصيرة على الياء ويدير فوضى بالسيرة تاعو. ضعوا الأقلام. هل إذا انتقلنا من الحركة القصيرة إلى الحركة الطويلة، للحركة الطويلة انتبه جيدا، هناك ضمة نأتي لها بالياء، هل هذا صحيح؟ لا. إذا صحي أي يلا بسرعة بسرعة. نعم الكسرة مع الياء، الكسرة تأتي مع الياء، شكرا. وتبقى تبقى لنا. يلا ياسر. تبقى
قلنا الواو يلا يصل يلا بسرعة مع الضمة جيد. إذا شكلنا مثلجات بهذه الحركات. إذا الحركة القصيرة اللي هي فتحة على ضمة كسرة نضيف لها الألف والياء والواو تصبح حركة طويلة. نركز جيدا، ركز جيدا. واحد اثنان ثلاثة أدب. ننتبه. ماذا أضفنا؟ كانت حركة الألف. هل حركة الفتحة هل الألف هي حركة؟ نعم. ما هو الألف؟ حرف. أحسنت. فالألف حرف. أضفنا للفتحة الألف الحرف الألف. إذن هنا ماذا نكتب؟ حركة فتحة فتحة زائد نضيف لها الألف أو الألف لماذا تتبع تعطينا حركة طويلة مفهوم؟ أو كما كتبنا هنا أو أو حركة طويلة. إذا أضفنا لها الحرف الحركة زائد الحرف تعطينا حركة طويلة. الآن ماذا أكتب؟ ضمة. ضمة. ماذا نضيف للضمة؟ واو. الواو. البقية وش يتكلموا؟ واو 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 ضمة. واو توصلها شعر توصل شديد مكان الحرف أو الحرف يتصل بالواو مفهوم هنا؟ لا. هل الواو حركة؟ لا. حرف. حرف. والبقية مثل ما قلتوا يجب حرف. 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 الواو ليست حركة هي حرف مفهوم؟ هل الضمة حرف؟ لا. حرف؟ لا. ما يكوش بصوت منخفض. حركة. هل الألف حرف؟ لا. هل الواو حرف؟ لا. لا. نعم. لا. 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 ليس حرف. لا. كوثر وعصام قالوا لي لا الواو ليس حرفا. إذا ماذا هو؟ ما هو؟ عصام. حرف. حرف. عصام. الواو ليس حرفا. ما قريناش الحرف. نعم جميل. نأتي عفوا نأتي درسنا مع الحروف لا ودرسناش مع الحروف درسنا في التحضيري. الآن لدينا يا نكتب الألف عفوا الكسرة عندما وش يتبع نكتب الكسرة زين وش يتبع إذا نكتب الكسرة أسفل الحرف تحت الحرف ماذا نضيف له؟ منفردة أو ماذا تعطينا؟ حركة طويلة. حركة طويلة. هذا الحرف لا يتصل أو يتصل حركة طويلة دائما. إذا ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن الألف إذا أردنا أن نشكل المثلجات مثلجات المثلجات تاعنا إذا الفتحة فوق الألف مثلجات تاعنا عندنا الألف مع الفتحة أيضا لدينا الضمة مع الواو سواء أنها بهذا الشكل أو بهذا الشكل الكسرة بهذا الشكل أو بهذا الشكل مفهوم؟ نعم جميل أحسنتم إذا لهنا الآن ماذا سنفعل؟ سنكتب على اللوحة على اللوحة كل واحد فيكم يكتب على اللوحة كلمة واحدة تشمل حركة حركة طويلة بالألف الفتحة الفتحة الطويلة بسرعة حركة طويلة بالفتحة يلا نكتب كلمة جديدة نكتب كلمة بالحركة الطويلة بالألف هذا يشوف يا عصام فارس هذا يشوف هذا يشوف كلمة واحدة فقط لا تكتب كذا الكلمة الكثيرة أحتاج إلى كلمة واحدة فقط أعطيني شكرا فارس قطمة هل هذه فيها حركة طويلة؟ لا
فيها حركة طويلة. نعم، لكن هل هي بالألف؟ لا. أبي أبي أين هي؟ عليا. ما عليا أبي؟ قلنا حركة طويلة. أعطوني أعطوني. يلا أطلع أنتي ونشوف مع غني الحين بسرعة. ما هذه الكلمة؟ باخرة. أحسنت، باخرة. أطلعي لينا، لينا بسرعة. جلوس. ما هذه الكلمة؟ طائرة. جيد، طائرة. كنت أكلة؟ كنت أكلة. خطأ، لا نقول أكلة. أطلعي نسرين. لا 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 ما تكلموش. ما هذه الكلمة؟ أمي. أمي، أين الحركة الطويلة بالكلمة؟ أين تضعينها؟ ضد حوايا. أمي، ما هي؟ أمي، إحنا قلنا بالألف. اطلعي أميرة. أميرة بسرعة ما تكلموش. أين هي؟ طولها. هذه الكلمة وش تكلمها؟ فراشة. جيد، اطلعي لينا. يلا زيدوا زيدوا على الاثنين وخلاص. ما ذكر. جيد، ماما. اطلعي عن جودين. كتبت ماما بالمقلوب، كتبتها مرآة. قول الحركة الطويلة بالألف. قول الألف. استنى جيد، اطلعي يانس. يانس بسرعة. لي ما طلعش دوكا يطلع دوكا. ما هذه الكلمة؟ برتقالة. أين؟ أين نضعها؟ بابا. أين نضعها يا يونس؟ أين الحركة الطويلة؟ راي عندي الحركة الطويلة. أين الحركة الطويلة؟ لهنا. وش احنا عندنا؟ الحركة الطويلة. باش، وش زدت لها؟ شنو حرزت لها؟ وراء الألف. أنا هنا وراء. يلا إحنا بحثنا هلا برتقالة. شكرا، أحسنتم. يلا ننتقل الآن إلى ميا. يلا كلمة على اللوحة. كلمة على اللوحة. عصام آخر مرة توقف من مكانك، نبقى في أماكننا. أحسنت، أطلع صبرا. بليا بليا. أحسنت. ما هذه الكلمة؟ واحد، اثنين، ثلاثة. مستطيل. مستطيل جدا. للمرة الثانية تغلط من جبل ديني. باي باي. ولكن جلوس جلوس جلوس. ما تفطنت في واحد المعلومة مهمة جدا. انتقل إلى مين؟ انتبهوا لهنا. ضوء أقلام. أضعوا الواحد. معلومة مهمة جدا. ننتبه أدم، أرايا، ننتبه. معلومة مهمة جدا. كتب كتب نجم الدين باي ظن. باي ظن. نجم الدين اعتمد على الياء، قال مكتب كلمة فيها ياء، ولكن لم يتفطن في النطق، أنه لم ينطق بالحركة الطويلة. الحركة الطويلة نطول فيها كما هو قال مجيد. كتب مستطيل. طويلة ولا مش طويلة؟ طويلة. يلا، أين طول الحركة في بيض؟ طولنا ولا ما طولناش؟ بيضن. بيضن. مفهوم لهنا؟ إذا ننتبه جيدا. معلومة مهمة جدا، معلومة مهمة جدا. يلا نجيب الدين الخطأ نتاعو. ذكرني بهذه المعلومة هذه. وآدم واش يركز؟ بيض. أولا في الحركة الطويلة اسمها طويلة، لازم نطولوا في النطق، نطولوا. مستطيل. أبي. شفتوا شحال طولتها؟ على هكذاك اسمها الحركة الطويلة. النقطة الثانية اللي لازم نتعلموها، الحركة الطويلة هي حقيقة فيها السكون، لكن ما ترفدش السكون، ما تحملوش، ما تقدرلوش. لا نكتب السكون عليه. نعودوها؟ لا.
لو أضفنا عفوا لو نحينا السكون هذا حذفنا السكون هل نستطيع أن نقرأ الكلمة؟ لا. لا لا نستطيع أن نقول أن الياء أضيفت للباء حركة طويلة لا الياء ما تخدمش مع الفتحة ما كاش عندنا بي ما عندناش بي لو كان عندنا بي صحيحة بيض يعني الأبيض أبيض الجلد بيض يقولوا بزاف بيضة يقولوا بيض لكن إحنا ما عندناش كسرة عندنا فتحة والفتحة هذه بعدها ياء عفوا الباء هذه بعدها ياء ما هي حركة الياء قولي لي أستاذة سكون نحيتها حذفتها لا لا تحذفها علاش نحذفها لازم ننطقها ي ي لازم اي بيض هل هناك حركة طويلة؟ لا إذا ماذا نستنتج أو ماذا لازم يجب أن نعرف بيض ما تدخلش بحركة طويلة لماذا؟ لأن الياء لا تحمل سكون لو كان ندير سكون هنا ندير سكون هنا خطأ لأنه الحركة الطويلة ما لازمش ندير السكون ما نكتبوهش مفهوم؟ ما نكتبوش عليها السكون هي حقيقة فيها السكون ولكن ما نكتبوش السكون واش ما نديروش؟ ما نكتبوش السكون لا نكتب السكون على الحركة الطويلة ممنوع مفهوم؟ حركة طويلة جبنا هذا الحروف جبناهم هادو جبناهم باش يطولوا لنا النطق النطق نطولوا فيه ما نديروش غير قصير ما نقولوش مثلا مثلا نقولوا سبورة س س س سبوءة هنا طولتها زيد لها الواو س س س قصيرة قصيرة ما زدناش حتى حرف س زدنا غير الفتحة فقط سبوءة لكن لو كان نكتب سبورة ركزوا معايا س ب ر هل تكتب السكون هنايا؟ لا طويلة الحرف هذاك الحرف اللي نجيبوه نجيب الدير انا نتكلم الحرف اللي نجيبوه باش يطول لنا ما نديرولوش سكون فهمتوا الان نجيب الدير اخطات ولكن الخطا تاعك كان مفيد جدا باش نقدروا نقراو او نتعلموا هذا الشيء هذا من هنا اذا صبوره حرف الضمه عادي في الواو جيد ليه ما طلعش من قبل طلع الياء اللي ما طلعش واش كتبتي عطيني نشوف اللوحه تاعك عطيني نشوف اللوحه تاعك نسرين واش كتبتي ما كتبتي والو ما تقدرش تمع السبوره بال عفوا بال نجم الدين للمره الثالثه تخطئ كتبت يا اون هذه يا اون حركه بالياء ولا بالالف نجم الدين لا تركز نجم الدين يلا هذه طلعت لا أنا في ألف كل واحد مكانه واحد اثنين ثلاثة قلنا لا نترك أماكننا طلعت ولا ما طلعتش؟ الألف اطلع يلا اللي ما طلعش السبورة يطلع يلا ما هذه الكلمة جيد الخميس وضحى الألف ولا الياء ولا الياء لا نقولكم نديروا في الفوضى فليه. جيد الخميس اطلع ادم ليه ما طلعش ليه طلع ما يعرفش يطلع يلا ما هذه الكلمة هذه انا تضعها الياس هاني هاني الياس حتى نشوف الكلمة تاعك اطلع جيد احسنت يلا ما هذه الكلمة احسنت طبيب كتبتي ما بين مقلب شكرا الياس مكانك كتبت ابي امي اخي ماذا كتبتي فراشة احنا هنا في الفراشة وانا في الياء كتبتي طيار ونجي الياء كتبتي طيار بالآب الياء نعم أمي أبي جيد وش كتبت؟ طين الله طين جيد حبيت كلمات جديدة أخي أبي سهلين أمي طين أين تضعها؟ جيد يلا الآن نمسح الألواح كامل نمسح الألواح نكتب كلمة بحركة طويلة بالواو يلا بسرعة نمسح اللوحة كلمة فيها حركة طويلة بالواو أيوب بسرعة ما طلعش صبورة أيوب
يلا لي ما تلوهاش باش يطلعوا. صبورة ما تكتبوش صبورة، تبناها صبورة. اطلع فارس، يلا فارس بسرعة فارس. لا تركي بوستان وخطأ بوستان. لا ما تقولش نورة نورة مدير لا تبعك اللوحة. فارس اطلع صبورة، فارس ما اطلعش، يلا اطلع بعد المولى. يلا صبورة عبد المولى. خطأ، راكم تديروا راكم تزيدوا من عندكم، راكم البرتقال تكتبوا برتقال، مستطيل نقولوا، جاي، نور وراي معايا، جاي، نور فمرة، جاي، أروحي، واش كتبتوا؟ شت، انتبه جيدا، كان خطأ آخر راه يتردد عندكم أنتوما كامل، راكم تزيدوا الواو من عندكم. مدير نقولوا ولا مدير، علاش هزتي الواو باش ولا الحركه؟ خطا، ما لازمش نخلطوا في الكلمه، نبحث كل واحد في مكانه، واحد اثنان ثلاثه، ولا واحد يترك مكانه وحده، حذرتكم مرتين. نوفمبر خلاص درناها نوفمبر، برتقاله ما فيهاش الواو، اطلع نجيب الدرس. مو ربع نقولوا مو ربع، يلا ما عندك سكون، يلا اين اين جيد سكون، نطلع فارس افرد اللوحة تاعك علي نشوف. ليمون احسنت، يلا باقية واش نهار واش الكلمة؟ نعم اكتوبر، نعم طاووس، طا تدق طاووس ولا كرات ما فيهاش الحركه الطويله، أي اين الواو؟ كرات اين الواو؟ وجه اين الحركه الطويله؟ يا اميره كتبتي وجه، الوا هذيك هي اللي حركه طويله، لا خطا تاع الخطا تاع عفوا، واحد اثنين ثلاثه تكونوا كامل جالسين. خطأ تاع أميرة الآن، حطوا الألواح وركزوا معايا، حطوا الألواح وركزوا معايا، يلا نحسب ثلاثة ولا قلم في الأيدي، واحد اثنان ثلاثة، عيسى ماذا قلت؟ كتبت أميرة كتبت هو جون، كتبت هو هو جون، أين الحركة الطويلة؟ يحسب الألواح هي حركة طويلة. هذه الحركة الطويلة نبدأ بها، الحركة الطويلة لا تكون في أول الكلمة أبدا إلا إذا اتصلت بها، هذه بعد نقراوها احنا، هذه بعد نقراوها كيما نقراو آه هذه من بعد كنقراوها، لكن أول الخطأ الأول أن الواو هذه فيها فتحة، ما لازمش تكون فيها الفتحة الحركة الطويلة، ما عندهاش لا سكون لا فتحة لا ضمة لا كسرة، الحركة الطويلة ما لازمش نديرو فيها الحركة. ثانيا الخطأ الثاني أنه هذا الواو هذه جاية في أول الكلمة وهذا ممنوع، الحركة الطويلة لا تبدأ بها الكلمة أبدا، لا تبدأ بها الكلمة أبدا، مفهوم لهنا؟ الحركة الطويلة نتعلموا أنه الحركة الطويلة ما تكونش في أول الكلمة خطأ. ثانيا الحركة الطويلة لا تحمل حركة، لا حركة ولا سكون، مفهوم؟ لا حركة فتحة ضمة كسرة ولا سكون، ما تحملش سكون، تكون وحدة وحدة، كما نديرو طاووس، الواو الثانية ما نديرولهاش، مفهوم؟ جيد، إذا هذا بالنسبة لي الحركات القصيرة وكيف تصبح حركة طويلة. عندنا الآن ألعاب لعبة في الحركات القصيرة والحركات الطويلة، كونوا مستعدين للعبة الآن.